وأوضح المالكي أن عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي على المملكة بلغت أكثر من 197 صاروخ، في حين بلغت خسائر الحوثي كمواقع وأسلحة ومعدات 256. الصواريخ الباليستية والمقاذيف التي أطلقت على المملكة حتى تاريخ اليوم، الصواريخ 197 صاروخ، عدد المقذوفات 66928، إجمالي خسائر الميليشيات الحوثية التابعة لإيران كمواقع وأسلحة ومعدات خلال الفترة 256 موقع. عدد القتلى من العناصر الإرهابية الحوثية خلال الفترة 690 عنصر.